Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani, ma zala al kalam mawsulan fi tafsir kalam ar-Rahman. Ma'na al yawma surah al an'am al ayah al 35. Idh qala rabbuna jalla thana'u وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تناسب هذه الآية بما قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه إراد قومه وتكذيبهم إياه فسلاه الله تعالى فقال فإنهم لا يكذبونك. ثم جاءت هذه الآية تسلية ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن كان كبر عليك إرادهم الآية. وقوله وإن كان كبر عليك إرادهم، سبب نزولها أن الحارث بن عامر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش فقال يا محمد ائتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات، فإن فعلت آمنا بك، فنزلت هذه الآية. وقوله وإن كان كبر عليك إرادهم، أي شق عظم وشق عليك، وفي إرادهم قولان: الأول عن استماع القرآن، والثاني عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى إن كان عظم عليك أيها الرسول إعراض هؤلاء المشركين عنك وانصرافهم عن تصديقك فيما جئتهم به من الحق، فيما جئتهم به من الحق الذي بعثتك به، فشق عليك ذلك ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم. ثم قوله فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. النفق المدخل وهو السرب، السلم هو المصعد. وقوله فإن استطعت هو جواب إن كان كبرا، وهو شرط ثان وقع جوابا للشرط الأول. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. هنا أيها الإخوة حذف جواب الشرط وتقديره فافعل لدلالة الكلام عليه، كأن المسألة تهدئة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجواب في هذه الحالة معلوم، فالرسول لا يجبر أحدا على الإيمان. وقوله في الأرض هو صفة نفقة، أي عميقا. والسؤال ما الفائدة من ذكر هذا المجرور مع كون النفق معروف أنه لا يوجد إلا في الأرض، وقد تعرض له ابن عاشور فقال ذكر هذا المجرور لإفادة المبالغة في العمق واستحضار الحالة وتصوير حالة الاستطاعة. وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي إن هؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسول لو شاء الله أن يجمعهم على الإسلام لجمعهم على ذلك، ولم يكن بعيدا عليه سبحانه، لأنه القادر على ذلك بلطفه، ولكنه لم يفعل لسابق علمه في خلقه ونافذ قضائه فيهم من قبل أن يخلقهم ويصورهم. وقوله فلا تكونن من الجاهلين، أي فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى جميع خلقه.
وأن من يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق علم الله فيه وقضائه بأنه كافر بأنه من الكافرين به اختيارا لا اضطرارا. فإنك إذا علمت صحة ذلك لم يكبر إعراض هؤلاء المشركين إعراض من أعرض من هؤلاء المشركين أما تدعوه إليه من الحق وتكذيب من كذبك منهم. وأخيرا أيها الإخوة، من الفوائد المستنبطة من هذه الآية الكريمة أن الهداية مطلقا من الله عز وجل، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، فلا ينبغي للداعية أن يشتد عليه حزنه حينما يواجه إعراض من أعرض وتكذيب من كذب بما يدعوه إليه من الحق. وثانيا، ثبوت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحزن لفوت المحبوب كما يحزن البشر. وثالثا، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر حتى يأتيه موعود ربه بالنصر. ورابعا، إرشاد الرب سبحانه رسوله إلى خير المقامات وأكمل الحالات بإبعاده عن ساحة الجهل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.